بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شارح الصدور ويا مريح الأنفس اشرح لنا صدورنا وريح لنا أنفسنا وأسعد قلوبنا يا رب العالمين. راح أعطيكم الآن وصفة من المايونيز لفرد، وصفة رهيبة جدا لتنعيم الشعر وكأنه مستشور، وتلاحظون النتيجة من أول استخدام، حيث أن المايونيز مايونيز مصنوع في البيت. حذاري من المايونيز المصنع، به مواد حافظة. نستخدم المايونيز الذي نصنعه في البيت بأنفسنا في هذه الوصفة تحديدا، حيث يعتبر المايونيز من العلاجات الطبيعية المستخدمة في علاج الشعر والعناية به، فهو يحتوي على مواد غذائية في مكوناته، مما يجعل من أفضل المستحضرات اللي تقوي الشعر وتعمل أيضا على ترطيبه والاهتمام به، حيث يتكون من البيض الذي هو من البروتينات، فيه بروتينات عفوا، وفيه زيوت طبيعية أيضا. يمكنك استخدام زيت الذرة أو زيت الزيتون في هذه الوصفة، إضافة إلى أنه غير مكلف، يعني تصنعيه في البيت بوحدك. وهذه الوصفة عكس العلاجات الكيميائية الأخرى التي تعطي نتائج فورية طبعا، ولكنها مؤقتة وسرعان ما يزول أثرها، تاركة وراءها تلف الشعر. مثلا الكيراتين هو رائع جدا، لكنه يتلف الشعر من بعد، ومن الممكن أن تؤدي إلى إضعافه أيضا. من بين فوائد المايونيز للشعر، يجدد شعرك، يعالجه من التلف والتساقط الناتج عن استخدام أدوات التصفيف الحرارية والتي تتسبب في تكسر الشعر، يخلص الشعر من الجفاف والتلف بفضل احتوائه على الزيوت الطبيعية الهامة والمفيدة، يعطي الشعر مظهرا أنيقا، يكسبه لمعانا طبيعيا، يجعله أكثر كثافة، وهو مجرب مني شخصيا لاحتوائه على البروتينات الفعالة الموجودة في البيض، القادرة على ملء فجوات الفراغات الموجودة في خصلات الشعر. يساعد المايونيز على استعادة الشعر لتوازن عامل الحموضة المتواجدة في فروة الرأس، لأن مكوناته تحتوي كذلك على الخل. أنا استخدمت في وصفة المايونيز هذه خل التفاح، مهم جدا ومفيد جدا للشعر، ويحميه من التلف والضرر، بالإضافة إلى حمايته من التكسر. يحمي الشعر من التلف والأضرار الناتجة عن تعرض لأشعة الشمس المباشرة، لقدرته الفعالة على عمل حاجز طبيعي يغلف خصلات الشعر، ينعم خصلات الشعر إذا تم استعماله بشكل متكرر. الوصفة هذه استخدميها مرة أسبوعيا وستلاحظين النتيجة من أول استخدام. المكونات عبارة عن ملعقة كبيرة من المايونيز، اصنعيه لوحدك، نضع عليها كمية من الشامبو، وكمية من البلسم، ملعقة ملعقة، نخلط المزيج مع بعض، ثم نضعه على الشعر لمدة ساعة تقريبا مع تدليك فروة الرأس، ونغطي الشعر بفيلم غذائي ورق، بفيلم الغذائي النايلون لمدة ساعة، ثم نقوم بشطفه بماء دافئ فقط. المكونات فيها شامبو، فيها بلسم، ما يحتاج نضع شامبو بعد هذه الخلطة. ولا تخافي من الرائحة، المايونيز مصنوع في البيت، فيه خل وفيه شامبو وبلسم.
استخدمي هذه الوصفة مرة بالأسبوع وستلاحظين النتيجة فور استخدامها. شعرك وكأنه مستشور وفيه لمعان رهيب جدا. إن شاء الله توفقون في هذه الوصفة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.